مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك كان إذا أراد أن يغزو قوما وأن يصبحهم بات صلى الله عليه وسلم بمقربة منهم، فإذا سمع الأذان كف عنهم. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره من أهل العلم: ذلك لأن الأذان شعار عظيم من أمر الإسلام، فلذلك عندما نجد شعائر الإسلام وعندما نجد المسلمين وعندما نجد أيضا أمورا إيجابية مهمة فإن ذلك يجعلنا أن نقول إن المجتمع مجتمع مسلم، ونقول أيضا بأن هذا المجتمع إذا كان هنالك ما ينقصه أن علينا أن نكمل ذلك النقص، وإذا لم يكن مسلما ولم تكن فيه الشعائر وكان يحارب الدين علينا أيضا أن نقول ذلك. طيب لكن نقص هل يمكن أن يصل لكن نقص سد وهل يمكن أن يصل أن نرفع السيف مرحلة من المراحل؟ لا، ما يتعلق بحمل السلاح وما إلى غير ذلك هذا له مواضعه المبينة في الجهاد، حتى في الجهاد وفي القتال هنالك أيضا آداب إنسانية سامقة بينها القرآن وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول فيما يتعلق بجاهلية المجتمع هنالك أمور جاهلية، مثلا إذا لم نكن نطبق حدود الله عز وجل ووجد في المجتمع من يرغب عن الحدود الشرعية ليقيم مكانها قوانين وضعية فإن هذه مسألة جاهلية وصفة من صفات المجتمع الجاهلي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا كنا نجد أيضا هنالك متبرجات وهنالك سافرات، وعندما نذهب إلى شاطئ البحر نجد صورا لا يمكن تصورها في مجتمع مسلم، نعلم أن هذه العادة عادة جاهلية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. طيب بالنسبة لك نجاوب هو هباش ماذا؟ بالنسبة لك نجاوب هو هباش هذا النوع من المظاهر، هذا النوع من المظاهر، هذا النوع ينبغي أن ندعو، طبعا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هنالك دعوة مستنيرة، أنا كما سبق أن قلت لك أعتبر نفسي في ساحة دعوية، واضح. كل ما أتمناه أن تكون واحة أمن وروضة سلام لأتمكن فيها من إبراز الحق ولأواجه الحجة بالحجة. طيب. ولكن طبعا هنالك أيضا أمور مهمة في ما يحكم من قوانين فينبغي أن تفعل تلك الأمور، مثلا القانون الجنائي الموريتاني هذا يذكر ما يتعلق بإقامة الحدود، فلماذا لا تقام الحدود؟ هنا نجد ضرورة تحكيم شرع الله تبارك وتعالى ضرورة ملحة. البارحة فقط قتلت امرأة في السوق الكبير، لماذا ينتشر هذا القتل؟ بسبب تغييب القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لماذا تنتشر السرقة؟ تغييب القصاص فقط. قد يقول لك قائل نعم، قد يقول لك قائل أن المدينة من طبيعة الجرائم. لا طبعا، المجرمون دائما يسبقون السلطات الأمنية بخطوة كما يقول علماء الجريمة. هؤلاء مثلا في كريمينولوجي، هؤلاء علماء الجريمة يقولون إن المجرم دائما يسبق صاحب الأمن الذي يبحث عنه بخطوة، طبعا هنالك ستقع جرائم، ولكن عندما نطبق الحدود الشرعية فإن هذه الحدود تكون زاجرة وتكون أيضا بإذن الله تبارك وتعالى جابرة لتلك من الناحية الواقعية. مثلا في العهد النبوي، في العهد النبوي حتى أكمل الفقرة، في العهد النبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود وأقام حدودا معدودة. قد يذكر بعض المفكرين المحللين الذين يقولون ما ليس لهم به علم إن ذلك لأنه لم تكن هنالك حاجة لإقامة الحدود، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن هذه الحدود الشرعية زواجر كما يقول أبو الحسن الماوردي، عندما تطبق فإنها تزجر الناس عن القيام بتلك الجرائم. فلو قطعت أيدي السراق هل سيسرقون بعد ذلك؟ لو قطعت أيدي القتلة عمر رضي الله عنه عمر ما دام أقطع أيدي السراق. نعم، هو هذه مسائل طبعا تتعلق بتعطيل الحدود. نحن هو واقعنا اليوم، واقعنا اليوم ما يشبه ذاك الواقع، واقعنا اليوم علينا أن ما يشبه ذاك الواقع. الحدود قناعتي وأعلم ما يناقش به بعض الناس، وقد ناقشت مع بعض القضاة في هذه المسائل، يذكرون الحالات الاستثنائية وهذا يحتاج إلى حلقة طويلة بل إلى حلقات. هذه التي تتعلق بقصة حاطب بن أبي بلتعة التي ذكر مالك في الموطأ بعدم قطع السارة، وبقصة عمر واقع المسلمين في عام الرماد اليوم حدود الواقع. بل الواقع. الأمر لا يرجع إلى الاختيار، الله تبارك وتعالى يقول ما يقبل بقاعدة عمر، قاعدة عمر كما قلت لك هذا في حالة معينة الأمر ليس فيه متسع. سأقول لك
الحدود الشرعية أولا ينبغي أن نقرر إقامتها، ثانيا ينبغي أن نقيمها. فإذا وجدنا حدا من هذه الحدود يتعلق بفرد من الأفراد يجب علينا من خلال حالته أن نؤخر ذلك الحد أو نسقطه عنه، حينئذ نؤخره أو نسقطه. مثلا ما سرق بسبب، لا هذا ليس اجتهادا وإنما هو عمل بالنص. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره في قصة الغامدية التي زنت واستحقت الرجم، كانت متزوجة محصنة، لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بعد ذلك أمرها بأن ترجع وتعود حتى تضع حملها، فلما وضعت حملها أتت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تذهب حتى تضع حتى يستغني رضيعها عنها، فلما استغنى وجاءته بكسرة، جاءته بولدها وعنده كسرة خبز يأكلها، حينئذ أقام عليها الحد. هل يمكن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحد ولم يقيمه؟ لا، وإنما هنالك ظروف لا بد من وجودها لإقامة الحد الشرعي، وهنالك أيضا أن العقوبة، أقول لك إن العقوبة، إن العقوبة الشرعية لا ينبغي أن تتجاوز مستحقها إلى غيره، عندما يقيم عليها الحد فإنه سيتضرر ذلك الجنين، ولربما تضرر أبوه الذي ينتظر. طيب هذا شخص واحد، هذا شخص مثلا واحد. أقول لك سرق مثلا شخص واحد، أقول مثلا لك شخص واحد، واقع المسلمين اليوم يا أخي، واقع المسلمين اليوم بعيد من هذا. مثلا ما هو ظرف صحيح، مثلا هنا اليوم إذا سرق سارق بسبب الجوع وبسبب أنه لم يجد بدا من السرقة، هنالك مانع من موانع إقامة الحد يعرف بماذا؟ يعرف بالإكراه. فكأن الجوع والعطش وما هو فيه من فاقة وعنة وحرمان أكرهه على السرقة، إذا نجعل حال هذا الأمر كحال من عاش في عام في عام الرمادة، وعمر بن الخطاب الذي قال لا يقطع في عام السنة ولا في جذع، هنا نجد أن عام السنة عام الجوع، إذا هنا نجد مانعا من موانع إقامة الحد كوجود الشبهة. ولكن اليوم نجد من يسرق، اليوم نجد دول الإسلام، نجد نتكلم عن دول المسلمين، اسمع، نجد اليوم من يسرق وهو يملك الملايين ويعترف بأنه سرق، لا نقيم عليه الحد لأن النبي صلى الله، لأن عمر بن الخطاب لم يقم حد على السارق في عام الرمادة. نحن القاعدة فلنتركها، فمتى وجدنا شخصا هو سرق نحن يعطينا نقيم عليه الحد، قد يقول قائل يناقشك في الموضوع يقول لك على كل حال نحن يعطينا نقيم عليه الحد، غير لا قمنا عليه الحد قد يسبب لنا روايات أكبر منها. على كل حال هذه مواضع طويلة، وينبغي للذين يدافعون عن هذه الفكرة بأنه لا يمكننا أن نقيم حدود الله تبارك وتعالى بحوار وبمناظرات علنية على وسائل الإعلام، هذه مفيدة لأنها يستنير بها الناس السامعون، وربما أيضا علم المخالف حجة الخصم، فقد يكون ذلك بإذن الله تبارك وتعالى مما يكبحه ويمنعه من القيام بعمل آخر باعتبار أن الأمر خاطئ. أما الشبهات فهي كثيرة، حديث بسر بن أرطأة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تقام الحدود في الغزو، وقد رواه أبو داود، ولكن نراه ضعيفا لأن بسر بن أبي أرطأة ضعيف، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استجار ببني عبد يالول بن كلال كما في صحيح البخاري، هذا نأخذه بالقدر الكافي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما استجار بالكافر ولكن لا يعترف له بكفره ولا بباطله، وهذا في حالات استثنائية. أحيانا هنالك حالات ضعف قد تمر بالأمة فتكون المرحلة كمرحلة الحديبية، هذا له حاله، ولكن لا يمكننا أبدا أن نبرر بذلك تعطيل الحدود، ونحن نرى ما نرى من الإجرام ومن القتل ومن البعد ومن الانطلاق الذي لا يجمحه إلا شرع الله. واضح مسألة، عندي قدر من الأسئلة مهمة عندي تقول لي رأيك وتقول لي رأيكم فيها، ووقتنا كي تعرفوا ما هو ياسر، حتى هل تعتبر الحركة، ألم تشوه الحركات الإسلامية المسلحة صورة الإسلام والمسلمين؟ على كل حال أقول أولا إن صورة الإسلام والمسلمين من جهة إنما تعني الشريعة، علينا أن نقدم الشريعة في ثوبها الجميل الحسن الذي جاءت به من عند الله عز وجل، وفيما يتعلق بالحفاظ عليها نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك، ولا أدل على ذلك من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين
قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهنا نجد أن الإسلام يهتم بصورته. هنا لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاته الشريفة، وإنما يتكلم عن الدين الذي جاء به من عند الله. هنا طبعا علينا أن نحافظ على هذا، ولكن المحافظة على هذه الصورة أيضا من جهة أخرى لا ينبغي أن تدفعنا إلى أن نميع هذا الدين أو أن نبدله أو أن نزيد فيه حتى يرضى عنه الكفار، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن ينبغي أن نقدم الدين كما هو. طبعا أحيانا نجد كما أشرت أنت إلى ذلك في بعض وسائل الإعلام صورة للذبح أو ما إلى غير ذلك. من يفعل هذا قد يطيب له أن يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم بالذبح الذي رواه أحمد وغيره، ولكن لا يوجد حديث صحيح أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح إنسانا، ولا يوجد أبدا أثر صحيح أن أحدا من الصحابة قطع رأس شخص ورفعه. طبعا هنالك روى ابن سعد في قصة قتل محمد بن مسلمة وأصحابه لكعب بن الأشرف أنهم قالوا وجاء برأسه نفر كرام هم ناهيك من صدق وبر، وذكر أنهم جاءوا برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مخلات، ولكن هذا ضعيف السند لا يحتج به. أما حديث جئتكم بالذبح فأدرى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يمكنه أن يكون قد جاء بالذبح ومع ذلك لا يذبح شخصا أبدا مع تمكنه، ودل هذا على أنه إنما يقاتل أولئك الذين أبوا إلا الإباء وقوة الشكيمة والصد عن سبيل الله. واضح واضح رشان، إجابات مختصرة قدر الإمكان. بالنسبة لك شنو ضوابط الجهاد الصحيحة، وهل الجهاد اليوم هو الفريضة الغائبة باختصار؟ طبعا هذا سؤال طويل وأمر علمي، ولا ريب أن الجهاد بشكل نقاط شرعه الله تبارك وتعالى شروع لحماية الإسلام وللدفاع عن المسلمين وعن أراضيهم. فمتى هدد الإسلام أو هدد المسلمون أو انتقص منهم أو أهينت شعائرهم ودنست حرماتهم فإنه يشرع الجهاد في سبيل الله. اليوم طبعا نعم واقع المسلمين ان هنالك مآسي وهنالك وان هنالك اوجاعا، اين وكيف لا يفوتك ما يقع في فلسطين ولا يفوتك ما يقع في العراق ولا ما يقع في كشمير ولا ما يقع في غير ذلك. طبعا الأمة المسلمة اليوم لا ريب انها لا يمكنها كما قلت انت ان تطبق الشريعة، اذا عليها ان تجاهد حتى تطبق الشريعة، ولكن هنالك ايضا في الجهاد اصل اخر، وهو انه مع عدم القدرة يسقط عنك ما هو واجب، لان الواجبات كلها تسقط مع عدم الاقتدار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كما أن هنالك ضوابط ينبغي أن تراعى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما أرسله إلى بني قريظة والأحزاب ليأتي بخبر، قال لا تذعرهم علي، أي لا تحركهم علي. أحيانا يستحب المسلمون أن يكونوا في أمن وإعداد وقوة، وخصوصا في هذا الزمان يحتاجون إلى علم شرعي قوي وإلى علم أيضا بأمر هذه العلوم الطبيعية التقنية التي تمكنهم من العمل بالكثير من الوسائل، ولكن ذلك لا يمنع أن يكون هنالك جهاد في ساحات معينة قائمة. هل أنت تكفيري وهل تؤمن بحرية الاعتقاد؟ أما تكفيري ففي نظر كثير من الناس أنني تكفيري، لأننا في زمان فسد كما أسلفت القول، وعندما تدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى الانتهاء عما هو واقع عليه كثير من الناس من الوقوع في الشرك يقال إنك تكفيري. اليوم نجد أناسا يعبدون القبور، يعتقدون الاعتقاد الفاسد في التراب، ويسجدون للصالحين، لا ريب أن هذه أعمال شركية وهذا من العمل الكفري. وهنالك طبعا بين الحكم فرقا، وهنالك فرق بين الحكم العام وبين تنزيل هذا الحكم على المعين، لأن الحكم بالتكفير له ضوابطه وله شروطه، هنالك موانع قد تمنع من أن يكون هذا الشخص الذي فعل الكفر أو وقع في الشرك متلبسا به، وهذا له محله، وقد صنفت فيه كتابا وألفته. طيب حرية الاعتقاد بالنسبة لك، ولكن هؤلاء لا بد من أن يدعوا،
لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عندما نرى بني جلدتنا ونرى أهلنا ونرى ذوينا ونرى بعض أحبائنا من أهل الخير والفضل والكرم ممن يجودون بأموالهم ويبيتون سجدا ومع ذلك لا يزالون متلبسين ببعض الشركيات، هنا يتوجب علينا نصحهم وإرشادهم بالتي هي أحسن. وعندما تنصحهم يقال إنك تكفيري، هذا لا ريب أنه خطير. طيب حرية الاعتقاد بالنسبة لك مطروحة واردة؟ لا، حرية الاعتقاد لا ينبغي للدولة المسلمة أن توجد فيها حرية اعتقاد، لأن الإنسان المسلم عليه أن يبقى على إسلامه، وعندما يخرج من هذا الإسلام طوعا فإنه يكون مرتدا وينبغي أن يقتل حدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. لا قال لك حد الآية استدل لك بالآية اللي يستدلوا بها الكثيرين على حرية الاعتقاد، من شاء فليؤمن ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا ريب أنها آية عامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا أمر خاص، ولا ريب أن الخاص يقدم على العام، كما أن أدرى الناس بمعنى قول النبي صلى الله بمعنى قول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا يمكننا أن نكون أعلم وأدرى بهذه الآية ولا بغيرها من الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لنا من بدل دينه فاقتلوه. فلو سقط حجر من السماء اليوم وقال لنا من بدل دينه لا تقتلوه أو رأى ذلك ملايين الأولياء والصالحين لما صدقناهم، لأنه لا ينبغي أن يرد شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة هم أعلم الناس بمعاني القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقاموا حد الردة كما هو معلوم. لا بد من الاختصار الشيخ، لا بد من الاختصار حتى هل تقبل الديمقراطية؟ لا، أنا أقبل الشريعة الإسلامية، والديمقراطية في نظري هي مسألة تجعل الحكم للشعب من دون الله عز وجل. الديمقراطية الموجودة عندنا وعند غيرنا تجعل الحكم للشعب، وينبغي أن يكون الحكم لله تبارك وتعالى. فلو افترضنا أن دستورنا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نعرض ذلك على الشعب للقيام باستفتاء، هل ينبغي أن نعرض القرآن والسنة على الشعب للقيام باستفتاء؟ كلا وهيهات. فالديمقراطية كلها في الحقيقة تحت التساؤل. طبعا دستورنا فيه مسائل مهمة جدا، ولكن فيه مسائل أيضا خطيرة. من الأمور المهمة ما قاله، وهذا يطرحه كثير من الناس ويناقشونه نقاشا جيدا، ولكن ينبغي أن يوسع في ذلك الكلام. يقولون إنه لما نص في ديباجته، وقد لا تكون الديباجة من الأهمية بمكان بالنسبة للمواد الدستورية، ولكنه نص في ديباجته أن الإسلام هو دين الشعب والدولة، كما نص أنه هو المصدر الوحيد للتشريع. ولكن في هذه الديباجة ذاتها نص الدستور على أنه يعلن الشعب الموريتاني تمسكه بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ كذا 1948. عندي مسألة أربع دقائق ولا خمسة أشير للمخرج، وعندي ياسر من الأسئلة كثير ممكن أطرحها. البرلمان ما يمكن أن يشرع؟ لا، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. البرلمان إذا وجد في ظروف إسلامية شرعية عليه أن يتشاور فيما جعل الإسلام فيه الشورى، طبعا في كيفية تطبيق الأمور وفي كيفية الاختيار. طيب تطرح المسائل الاختيارية، تطرح بهم أفكار في العالم الإسلامي يتبناها بعض الإسلاميين، يتبناها بعض التيارات الإسلامية مثل تيار الإخوان المسلمين مثلا من قبيل مدنية الدولة، ما تقبله؟ الدولة المدنية فكرة قديمة وجدت من الثورة الفرنسية، هي في كتاب جان جاك روسو الذي كان يسمى بإنجيل الثورة الفرنسية، هنالك ما يسمى بالعقد الاجتماعي. هذا العقد الاجتماعي يريد كثير من الناس أن يتبناه دولة مدنية لا تحافظ على الدين، وإنما تحافظ على كل ما يريده هذا الشعب حتى وإن كانت دياناته مختلفة. لا تقبل بها إذن؟ لا أقبلها نهائيا. أنا أقبل الدولة التي تقوم على الدين، ولا يعني ذلك أنها ليست مدنية، إنما هي حضارية تدعو للعلم، تحلق بعقولنا إلى آفاق الفضيلة. واضح. هذه الدولة مدنية تعترف للآخر بحقه. في كتابك تحت التنقيح
كتاب هو عندي هون موجود، دراسة حول المشاركة السياسية في النظم المعاصرة بين قوسين الديمقراطية. في ذلك الكتاب بدأت تقديما لما تعتبره أسبابا لوضع الدساتير في أوروبا، وتستخلص بعد منين عدد تقديم لأسباب وضع الدساتير في أوروبا، تستخلص أن المسلمين لهم دين تكفل الله بإظهاره فلا يحتاجون لما وضعت العقول لتحاكم عليه. اليوم أي نسخة من الإسلام يمكن أن نتبع؟ الإسلام في الحقيقة إنما هو إسلام واحد. لا، إن الدين عند الله الإسلام. طبعا أنا أفهم جيدا ما تقول، وهو أن هنالك إسلامات. طبعا هنالك إسلام أمريكي، هنالك إسلام أصولي، هنالك إسلام حداثي، هنالك غير ذلك من الإسلامات الموضوعة في الساحة، ولكن الإسلام عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا الدين لن يتبدل ولن يتغير. القرآن والسنة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك دين جديد يتبناه كثير من الذين يدعون اليوم إلى تجديد الخطاب الديني، وهو أنه ينبغي أن يوافق الخطاب القرآني والخطاب السني الواقع اليوم. وعندما تذكر لهم آية من القرآن أو حديثا نبويا صحيحا، يقولون لك إن هذا فهمك أو هذا قراءة السلف له، ونحن علينا أن نقرأه بأدوات زماننا وبآلاتنا. هذا طرح باطل، هذا طرح يفرغ الشريعة من محتواها. طيب، قلت في نفس الكتاب اللي ذكرت لك إياها أن قمت بتقديم له صيحة للسلفيين تتضمن عدم الإقدام على إنشاء حزب سياسي، لأن ذلك سيكون انتكاسة عن المشروع الإسلامي الحق. هل الأحزاب هي فعلا انتكاسة عن المشروع الإسلامي؟ أنا توصلت إلى أن المشاركة السياسية في النظم الوضعية لا تجوز شرعا، وإنما يجوز لنا أن نعمل بما هو شرعي. فإذا تغيرت بعض الأمور التي توجد في القوانين وفي الدستور، وكان الأمر موافقا للإسلام، وأعلن ما يتعلق بضرورة تطبيق الشريعة، فإنه حينئذ يمكن للإنسان أن ينشئ تجمعا معينا وأن يشارك في ذلك. وهؤلاء الذين أشرت إليهم طبعا أعرف منهم أخيارا طيبين، ناقشتهم في هذا الموضوع، لم يقتنعوا بما قلت، كما أنني لم أقتنع أيضا بما قالوا. ولكن نعم، أنا لا أزال على رأيي. نعم. طيب، الوقت توفى، عندي سؤال نختار نوجه لكم. أنا زرتك في بيتك لترتيب اللقاء، شاهدت في مكتبتك الكثير، لاحظت أن أغلب الكتب اللي فيها، الكثير من الكتب أغلبها ديني. لاحظت وجود ديوان محمد سالم البوبوط. نعم، أحمد سالم البوبوط وهو أديب معروف. نعم، أديب موريتاني معروف. نعم، يقول لغنى. نعم، تقول لي قاف من إنتاج محمد سالم البوبوطي عجبه. أحمد سالم البوبوط رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال، لم أكن محضرا مثلا لهذا السؤال، ولكن يقول رحمه الله تبارك وتعالى في هذا، هو الذي يقول هذه الماضع على أربعة، هذه الماضع على أربعة أتبان علي محتجب وتبيب وقلب الضبعة ومزماز وبذن النعجة. هذا من إنتاجه رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، هل تحفظ شيء من الغزل؟ أحفظ كثيرا منهم. قد تحكي لي شيء من الغزل الحساني؟ الغزل الحساني طلع هو جيد. أختار الريم التم تعس من الأصحاب اللي ما هم جنس، أنا ما بي قاع الإنس، أنا بي الصحبة ذي الريم مع هذا صيده بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، شنو السبب؟ أنا نعرف أنك عندك بكالوريا رياضية وأنك متخرج من الاقتصاد من جامعة نواكشوط، شنو سبب هوايتك الأدبية والشعر؟ أنا من مجتمع يحب الأدب ويحب الشعر. هو التربية السبب الأساسي في الهواية؟ نعم نعم، المحيط. مجتمع، والدتي شاعرة ولي أخوات شاعرات، والمجتمع بصفة عامة يحب الشعر ويحب النظم فيه، كما أن الشعر أيضا يزين القريحة ويرقق الطبع، وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. إذن شكرا جزيلا لكم. محمد سالم المجلسي، الداعية السلفي المعروف، كنت مضيفي في هذه الحلقة من لقاء الساحل. شكرا على سعة الصدر وتلبية الدعوة، كما أشكر زملاء ماركسي سامولي محمد الراضي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا.